تتشبث العديد من المؤسسات والشركات في المغرب بإلزام الموظفين بالعمل المكتبي، فبالرغم من تطبيع العلاقة مع العمل عن بعد خلال فترة جائحة كورونا، لا يزال العمل المكتبي مغريا لدى كثير منها. نزار مدير شركة يحضر يوميا إلى مكتبه لتتبع مستجدات العمل. خاص يكون البيرو موجود، حيث حتى بنادم اللي غادي يجي يكري ولا هادي خصو يحس بانه كان نوع من الثقه، كان شركه راه غادي يجي لها، كاين الناس اللي خدامين فيها، كاين لي كونطرا، كاين المسائل، ماشي ديال ليفريزون ادوميسيل هو ما عارفش تشكون هذا اللي غادي يجي، شحال من الطوموبيل عندهم، اونكا وقعت شي حاجه او هذاك، هادشي علاش تيبقى البيرو مبدا ضروري. الموظفون المغاربة تتراوح آراؤهم بين التشكيك في القدرة على الإنتاج خلال العمل عن بعد وبينما تفرضه التكنولوجيا ومسايرة العصر. موظف أنه يخدم عن بعد هي ماشي فكرة مزيانة بزاف، لأن احنا مازال ما وصلناش لهذاك النيفو ديال أننا نخدموا عن بعد. هذه صراحة فربح الوقت، فربح بزاف المال، بزاف ديال الحوايج. زعما أنا بالنسبة لي فكرة مزيانة، ما تسير العصر، المفروض علينا عندنا اختيار. الأرقام الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب سجلت أن 81% من الموظفين المغاربة يرون خيار العمل عن بعد ناجعا، أمر يراه الخبراء الاقتصاديون مشجعا لسلك هذا النهج مستقبلا. المزج ما بين العمل المكتبي والعمل عن بعد هو الحل البديل اليوم، لأنه يقلل من تكلفة خصوصا في موجة التغير في العالم، كأن كيخلي واحد الأريحية عند مجموعة من العاملين، وبالتالي اليوم يعني العمل 3 أيام في المنزل ويومين مثلا في المكتب أصبح أمرا مهما. بالرغم من الاستحسان الذي يبديه الموظفون، لا يزال خيار العمل عن بعد يواجه صعوبات عديدة في المغرب، بداية بغياب تشريعات قانونية منظمة، فضلا عن ضعف ثقة أصحاب العمل في التزام الموظفين. ترغب شريحة واسعة من الموظفين المغاربة في اعتماد العمل عن بعد بشكل نهائي، طموح يبدو بعيد المنال باستحضار مطالبة قوانين الشغل بالعمل الحضوري. مردينيك الجنة، الحرة، الرباط.